الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة ثم يتبع هذه الصور العلمية. يعني بعدما تتنور النفس الإنسانية بالعقلانية يعني تعي أن الغاية هي كمال الغاية التي يسعى إليها الإنسان بفعله أنها كمال هذه العقلانية وهي التي تولد الداعي الداعي إلى هذا الفعل على ما قيل الشوق ثم يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل الشوق على ما قيل هذه الكلمة دقيقة جدا إذا شئنا التعمق على ما قيل يريد يبين السيد العلامة من هذه العبارة على ما قيل يشير إلى مسألة مهمة جدا لا ليس دائما الإرادة تتبع العقلانية أبدا الإرادة هي سنخ قوة هي عثو... تعمل بعفوية نعم العقلانية تنورها ولا تدخل في تفعيلها ابدا التفعيل عفوي لرادة سنخ وجود خلاقها الله في العناية الإلهية بهذه الشاخصة تفعل بعفوية لا يمكن ان يؤثر فيها احد حتى الله تعالى لا يؤثر فيها هذه حكمته لأنه لا, لأنه لا يخرب حكمته كما يقول الجبري والأشعري الأشعري يقول إرادة موجودة لكن الله تعالى يمنحها من الفعل هو الذي يفعل في مكانها وهذه اللغوية في حكمته تعالى أو لا أصلا يسلبها الله تعالى يخلقها وينفي فعليتها هذا عبث في الحكمة فالله تعالى حكيم كما أنه قادر قدرته مشبعة بالحكمة هذا هو المعنى ما قيل يعني تبقى الإرادة دائما في دائرة عفوية تختار أو لا تختار لا يمكن لأي قوة في العالم أن تدفعها نحو اتجاهنا ما هي هي تختار أو لا يعني حرية الاختيار حرية الاختيار هذا شأن الإرادة المطلق نعم ولهذا يقول ثم يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل هذا يشكك السيد العلامه في الكليه نعم على نحو الجزئية نعم اذا لم تتغلب الغرائز على الـ على, الـ على, الـ على الانسان ويبقى في اريحيه الهيه حينها الاراده تتبع العقلانيه وليس تتبع العقلانيه يعني العقلانيه هي التي توثر فيها وتؤثر في هويتها وتغير في هويتها لا ابدا ولهذا قال على ما قيل يتبع هذه الصوره العلميه يعني العقلانيه الشوق الى الفعل لما انه كمال ما هو العله لانه كمال لان الانسان لا يتحرك نحو لا يتحرك الا نحو الكمال الا نحو الكمال فهذا الدنيوي الغارق في الدنيا هذا يتحرك نحو الكمال هذا مقتضى العنايه الالهيه المشكله فيه ليس في تحركه نحو الكمال مثلا طبيعه الغريزه الانسانيه غريزه من الغرائز تريد الشرب لبقاء هذا البدن لبقاء هذا النوع فالشرب خير لهذه هذه الغريزة الآن أمام مائع والخمر تخيل أن الخمر لا يؤثر في الملكات الراقية لا يؤثر لا في العقل ولا في ضعف الإرادة ولا في الشخصية ولا في الدين يبقى خيرا للغريزة أما إذا أثر في الحرية الإنسانية يضاعفها يجعلها هزيلة العقل ينزل يضاعف العاقل أساس التكليف و و و ولا ينسجم مع القيم الإلهية وإن كان هو يتلاءم مع الغريزة الحكمة الإلهية تقول يجب أن يبعد يبعد يعني يحرق هذا هو منطق منطق الأفعال يقول لما أنه كمال ثان يعني بعد الهوية معلول لها يعني معلول لماذا للنفس الإنسانية ثم تتبع الشوق الاراده، يعني بعد الشوق تاتي الاراده. وهي طبعا الشوق في الفواعل التي تتكامل كالانسان. اما الملائكه والله تعالى الشوق لا معنى له. وهي وان كانت لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها، يعني ما عندهم مبدا تصوري، ما عندهم تعريف يحدد الاراده. لكن يشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده من ممن يريد يريد الفعل وهو عاجز عنه انسان يريد يحج وهو مشلول عنده الفالج يريد يعني يريد ولكن لا يستطيع ان يفعل اذا الاراده غير الفعل فتبدا بعض الشخصات تلمح من بعيد تحدد الاراده من بعيد ليس في كونها يقول: وإن كانت وإن كانت لا تعبير عنها وإن كانت الإرادة لا تعبير عنها عن هويتها عن مفهومها يفيد هذا التعبير تصور حقيقتها هوية هويتها لكن يشهد لوجودها يعني لكينونيتها لتحققها في سوق الحقيقة الإنسانية بعد الشوق ما نجده ممن يريد يريد الفعل وهو عاجز عنه ولا يعلم بعجزه لا يعلم بعجزه فلا يستطيع الفعل وقد اراده ثم تتبع الاراده القوه العامله المحركه للعضلات هذا هو البعد الفيزيائي هذا البعد الفيزيائي يؤذن المؤذن انت في مرتكزاتك الدينيه الصلاه معراج المؤمن هذا هي العقلانيه الدينيه ثم تشتاق هذه العبادة فتتعين الإرادة فتبدأ الحركات الفيزيائية من ركوع وسجود هذه تسمى القوة العاملة الفيزيائية سميها العلامة القوة العاملة المحركة للعضلات يعني القوة العاملة الفيزيائية فتحرك العضلات وهو الفعل إذن الفعل أين قيمته هنا أين قيمة هذا الفعل قيمة الفعل في في فضاءات متعددة الفضاء الأول وفق القيم الإلهية يعني يتناغم مع الله تعالى يتناسب مع الله تعالى ويتناسب مع غيره كيف تناسب مع الله عبودية واضحة جدا تناسم مع غيره كيف الوالد يبصر ابنه يصلي الوالده تبصر ابنها يصلي او بنتها تصلي ترتاح نفسانيا لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا خرجت البنت الى الجامعه الى عمل الى تعرف انها محصنه اخلاقيا محصنه ايمانيا يريحها يريحها وحتى المجتمع يرتاح لها اذا كانت متدينه متخلقه المجتمع يرتاح معها هذا هو التاثير والتاثر في العالم الاجتماعي وهذا يسمى التناسب، تناسب مع الله عبوديه، تناسب مع مع الناس هذه الامور. هذه الامور. هذا الفضاء الاول، الفضاء الثاني النية. إنما الأعمال بالنيات. الفضاء الثالث الفعل يكون وفق القانون. لا يزيد ولا ينقص. إذا زاد غير صحيح، إذا نقص غير صحيح. يكون وفق القانون. نعم، إذا زدت في الصلاة تبطل الصلاة. إذا نقصت ما ما يفسد الصلاة من أركان، الفعل لا قيمة له لا تشريعية ولا أخلاقية. فمبادئ الفعل الإرادي، هنا يشير إلى المبادئ. فمبادئ الفعل الإرادي، يعني الأمور التي يترشع على أساسها الفعل الإرادي يسمى في فلسفة الأخلاق الفعل الإنساني عندنا فعل الإنسان كالأكل والشرب والنكاح وهذه الأمور هذا فعل الإنسان يشاركه الحيوان في بعض تجلياتها أما الذي يأتي بعقلانية وإرادة ويعطي الكمال الإلهي هذا يسمى في فلسفة الأخلاق الفعل الإنساني هنا سماه سيد الفعل الإرادي إذن ما هي مكونات الفعل التي تجعله يترشح يعني علل هذا الفعل فمبادئ الفعل الإرادي في هي العلم يعني العقلانية يعني العلم بما في الفعل من مصلحة أو كمال والشوق يعني من النفس إلى هذا الفعل ثم شدة الشوق ثم الإرادة والقوة العاملة المحركة في الفواعل العالية كالذات الإلهية والعقول والملائكة العلم موجود الشوق غير موجود الإرادة موجودة القوى العاملة المحركة المادية غير موجودة هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإرادية وإمعان النظر وإمعان النظر في حالة سائر الحيوانات يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية مع فارقين سيد علم هنا لم يبينه المفروض يبينه يعني الحيوانات تتكامل السيد يعني هي تشخص الكمال ثم تشتاقه وتريده ابدا تتحرك وفق الغريزه لا اراده لها عقلانيه لا اراده لها انسانيه فلا يصدق عليها انها افعال اراديه افعال غرائزيه حتى يبقى نوعها في الكون يستفيد منه الانسان لانه مسخر للانسان لا سيد الافعال الحيوانيه غير الافعال الانسانيه نعم صنع الحيوان ليس له عقل حتى يشخص الكمال وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي انها كالإنسان في أفعالها الإرادية خلينا نشوف العلم هنا لا ما في علم غريزة تدفعها فقط غريزة نعم هذه الغريزة تابعة لعلم عنائي علم إلهي فالعلم الإلهي هو الذي هندسها تتحرك بهذا التحرك اذن الغريزه تجد اصلها ليس في الحيوان اين في العلم العناء الالهي والشوق نعم الحيوان عنده شوق اراده خياليه خي... خ... اراده تتبع الخيال والوهم والقوه العامله المحركه نعم عندها الحيوانات هذه القوه العامله المحركه اسد ينقض على غزاله حركه عضلات نعم فظهر بذلك أولا يأتي إلى فروع فروع هذا المطلب الجميل جميل جدا نعم جميل جدا هذا المطلب لأنه له مساس بفلسفة الأخلاق بالإنسان بحرية الاختيار بالإرادة <applause> فظهر بذلك أولا فظهر بذلك أولا أن المبدأ الفاعلي المبدأ الفعلي يعني علة الفعل لافعال الانسان الارادية بما انها بما انها كمالاته الثانية كمالات الثانية يعني بعد الهوية بعد مبدا الهوية تأتي المحمولات هذه المحمولات التي تحمل على الذات تسمى كمالات ثانية هو الانسان يعني المبدأ الفاعلي هو الانسان بما انه فاعل علمي نعم. نحن لا نؤمن بالجبر ولا بالكسب ولا بالتفويض. والعلم متمم لفاعليته. متمم، أما الفاعلية هي في الإرادة. يميز بالعلم الكمال من غير الكمال. فإذا مالت الإرادة إلى الكمال، تعين الاختيار، حرية الاختيار. نعم. ويتبح الشوق بعد هذا التميز من غير توقف على شوق اخر او اراده. نعم. وتتبح الاراده بالضروره. نعم. هذه كلمه كلمه بالضروره خلاف قوله رحمه الله فيما مضى على ما قيل لا تتبع الاراده بالضروره. ابدا لو قال مثلا هكذا والعلم متمم لفعاليته سلمنا لفعاليه الانسان يميز به الكمال من قوسين كتب او يعطف او ما يتخيله كمالا او ما يعتقده كمالا نعم هنا حتما الارادة تترشح وتتبح الارادة بالضرورة لا ليس بالضرورة الارادة دائما تبقى عفوية خذها من القران الكريم لماذا نذهب بعيدا طاووس الملائكة لا أقول الشيطان طاووس الملائكة دقق معي جيدا في التحليل طاووس طاووس الملكة يعني بعد لم يتمرد المفضل في العرش يعلم بالحقيقة الإلهية نعم يعلم بالكمالات الإلهية نعم يعلم أن هناك فضاء قدسي مئة بالمئة نعم أمره الله تعالى بالسجود للإنسان فتمرد أين هذا العلم؟ هذا العلم الذي لا لم يرقى اليه الانسان هنا في هذه النشاه لا الانسان شاف العرش ولا راى الانسان كيف خلق ولا الملائكه هذه الامور كلها بالنسبه الينا غيب هذا لا يعني ان الشيطان احسن منا لا 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 في ملاكات خاصه في الحسن والقبح وتمرد بناء على السيد العلامه أن الإرادة تترشح ضرورة بعد العلم فالشيطان يجب أن يسجد لماذا؟ يقول: كمالي في سجودي للإنسان ولا أتناقش أبدا كمالي فإرادتي تخضع لي هذا العلم فيسجد ويكون له شأن عظيم عند الله تعالى ويبقى يبقى في مرتبته الوجودية تمرد السر ما هو سر أن الإرادة في الشيطان كما في الإنسان إرادة تتحرك بعفوية لا يؤثر فيها شيء طبيعة الإرادة هندست في العناية الإلهية هكذا إذا لا تتبع الإرادة العلم ضرورة أبدا قد تتبع وقد لا تتبع هذه هويتها تسأل لماذا لا معنى لماذا هنا مبدأ السبب الكافي في الذاتي والذاتي لا يعلم أبدا لا معنى لهذا السؤال لأن هويتها أن تفعل ولا تفعل تسميها مدرسة النجف المتأخرة السلطنة السلطنة جاءوا بالسلطنة لضرب الوجوب بالغير الفلسفي في دائرة الفاعلية الإنسانية السيد الخوئي رحمة الله عليه السيد الصدر رحمة الله عليه بعض طلاب السيد الخوئي يتبنون السلطنة في مقابل وجوب الغير في فلسفة في دائرة فعالية الإنسان يقولون في فعالية الإنسان وجوب الغير لا يجري تجري السلطنة هذه العفوية أفعل أو لا أفعل هذه حقيقة ماذا؟ حقيقة الإرادة إذا كانت في دائرة الفعل إذا اختارت هنا فهي حرة إذا اختارت هذا الجانب فهي حرة نعم نعم طبيعته هكذا تختار ما يتناسب مع الله تعالى ومخلوقاته فهي في الكمال لا تختار فهي في حرية ضعيفة جدا وتسفل كما فعل الشيطان في العرش سفل واللوح إذا هذه وتتبع الإرادة بالضرورة لها من غير توقف على إرادة أخرى هذا رد على اشكال اشكال صاحب الكفايه وو لا 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 ما تحتاج الاراده في ال... في النظام العنائي الالهي هي نحو وجودها تفعل او لا تفعل هذا هو الاختيار الارادي فلا تحتاج الى شيء اخر يجعلها بهذه الكيفيه يعني المبدأ السبب الكافي لا يبحث عن ملاك إرادية الإرادة هناك في الذات وهذا بحث في غاية الجمال في فلسفة الأخلاق وفي علم الكلام في بحث الجبر والاختيار وإلا لتسلسلت الإرادات نقع في المحال فعدوا الإرادة علة فاعلية للفعل في غير محله، فعد الاراده عله فاعليه للفعل فغير محلي، وانما الاراده والشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمم لفاعلية الفاعله. ليس من لوازم الفعل العلم. لا لا ابدا الاراده ليست من لوازم العلم، العلم العلم نتاج الملكه العقليه والاراده ملكه. مستقلة عن العلم ملك يعني قوة العلم إذا كان يقصد به هنا من لوازم العلم أو من لوازم القوى العقلية القوى العقلية تتحرك نحو الحقيقة تكشف الحقيقة يعني أثرها العلم والقوة أثرها الفعل والقوة الإرادية أثرها الفعل ليست من متممات العقلانية نعم في تناغم وقد لا يكون ذلك التناغم قد لا يكون ذلك التناغم وذلك الانسجام فعد الإرادة علة فاعلية للفعل نعم علة فاعلية ثم ما هو حكمها مع فاعلية الله تعالى هنا يأتي البحث الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين في غير محله لا 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 علة فاعلية وهي طبيعتها هكذا وإنما الإرادة والشوق الذي قبلها في حالة الفواعل الإنسانية من لوازم العلم المتمم آه المتمم لفاعلية الفاعل من لوازم العلم المتممة أحسن وإنما الإرادة والشوق هنا اثنان الذي آه اللذان قبلها من لوازم العلم المتممة هذه اللوازم لفاعلية الفعل لا يهم لا نناقش سر الإعلام في العبارات لا نناقشه في العبارات إذن هنا الإرادة لا تترشح ضرورة من المقتضيات العاقلة يعني العلم والكاشفية أبدا وهي علة فاعلية للفعل طبعا هذه العلة الفاعلية مفوضة لا جبر لا كسب لا في دائره الفاعليه الالهيه واذا شئت الدقه فاعليه الله تعالى على مستوى فاعليه الانسان هي فاعليه الله هي التي تفعل الاراده هي التي تفاعلها حره فينتفي الكسب ينتفي الجبر وينتفي التفويض فاعليه الله تعالى اذا حضرت في فاعليه الانسان تفاعلها حره مجبوره حره حرة الأشعري أبقى الـ أبقى الإرادة ونزع لها الفعل يلزم اللغوية لا ولا التفويض المفوضة أعطى مطلقا للفاعلية لمن للإرادة أما الأمر بالأمرين لا فاعلية الله حاضرة حضورها كيف يعني نحو حضورها كيف تجعل الفاعلية الإرادة فاعلية ماذا حرة يعني تؤكد الحرية ولا ترفع الحرية هذا في بحث بحث علم الكلام وثانيا أن أفعال الإنسان مما للعلم دخل في صدوره لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبري لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبري سيد العلامه هنا يشير الى مساله طبعا الفاعليه الانسانيه وليس الفاعليه الغريزيه الفاعليه الغريزيه خارجه عن اختيار الانسان حتى الحيوان يشارك فيها هذه حركه قهريه فلا معنى للجبر والتفويض والاختيار فيها نتحدث عن الفاعليه الانسانيه أين يتعين الشأن الإنساني في بعده العقلاني وبعده الاختياري أليس كذلك؟ هل الجبر له معنى؟ سيد الإعلام يقول لا معنى له الجبر خرافة كبيرة لا معنى له فلسفيا يعني لا يمكن أن يكون الجبر على مستوى الإنسان نعم وإن حسب العرف بعض الأفعال جبرا نعم يأتي متهم أمام القاضي والقاضي عقلاني يفهم يقول أجبروني على الاعتراف يعني أنا لم أعترف بحريتي حرية اختياري أجبروني تحت التعذيب تحت التهديد يقتلون زوجتي يقتلون بنتي و و و و نعم ال ال القاضي يبني على هذا الجبر العقلائي أما في التحليل الفلسفي لا هذا فعل اختياري فعل اختياري يعني هو عقلانيته رجحت يعترف امام هلاك اسرته فيرجح بقاء اسرته لان هذا خير له في تقديره في مقابل خسارات في حركته في حزبه في قضيته ترجيح عقلاني والاراده اذا رات الخير فهي بطبيعتها كما هندستها العنايه هي تختار الاختيار، لا يعني ان هذا الترجيح اجبرها لا هي تختار الكمال لان صنعت في العنايه الالهيه تتحرك نحو الكمال، اذا كانت في اريحيه اريحيه الغريزه هناك لا تخدم الغريزه المفرطه طبعا. يشير الى هذه النقطه ان الجبر الفلسفي لا معنى له، وان كان هناك جبر عقلائي. وسياتي في البحث عن اقسام الفاعل ما ينفع في المقام سياتي ان شاء الله في الفصل السابع من المرحله الثامنه ثالثا ان الملاك في اختيار اختياريه الفعل تساوي نسبه النسبه نسبه الانسان الى الفعل والترك نعم سيد علامه هنا يشير الى التمييز بين الاراده وحريه الاختيار جدا جميل كثير من من الباحثين يخلطون بين الإرادة وحرية الاختيار حرية الاختيار عبارة حدثية ليبر أربيت من هناك اخترناها وأنا أفضل هذا التعبير حرية الاختيار في أدبيتنا نقول الاختيار الاختيار كأنه ينطوي على ماذا؟ على الحرية الاختيار ينطوي على الحرية الآن في التعبير الحدثي حرية الأخ بعضهم يحذف حتى الاختيار الحرية ليبرتي سيد العلماء هنا يفكك بين الإرادة والإرادة والحرية الإرادة الإرادة قوة قوة راقية قوة متعالية قوة إلهية في الإنسان إذا تحدثنا باللسان الديني إذا تحدثنا باللسان الفلسفي قوة إنسانية عقلية راقية إذا كانت بين فعل و ما يقابله هنا لها ان تختار هذا ولها ان تختار هنا، هنا تترشح الحريه. هذه الحريه او هذا حريه الاختيار اذا كانت في مناخ متناغم يعني عقلانيه صحيحه ليست توهمات اراده في هذا الفضاء الصحيح والكمالات واضحة الكمالات المناسبة طبعا فحرية الاختيار يتحرك نحو الفعل المناسب يختل التناسب يأتي الاختيار الأسفل كما فعل الشيطان نعم وثالثا, وثالثاً أن الملاك في اختياريات اختيارية الفعل تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك وإن كان بالنظر إليه بالنظر الي الإنسان هو تمام الفاعلية وإن كان بالنظر إليه ضروري الفعل ضروري الفعل لماذا؟ لأن عندنا قاعدة عقلية في فلسفة الأخلاق الفعل في حدته ممكن يعني يمكن أن يتحقق ويمكن لا يتحقق لكن في سياق عقلانية صحيح وفي سياق إرادة متناسبة عقلانية متناسبة إرادة متناسبة يترشح الاختيار قطعا وضرورة نحو الخير وكذا كانت عقلانية نازلة يعني توهمات وإرادة نازلة يأتي الاختيار الضعيف كما فعل الشيطان وال والفساق والكفار والزنادقة الذين يتحركون في ما يخالف التناسب مع الله تعالى فعندنا ضرورة الفعل من جهة ضرورة الفعل من جهة وعندنا إمكانية الفعل من جهة ففي فلسفة الأخلاق إمكانية الفعل تنسجم مع ضرورية الفعل فالسيد العلامة هنا يشير إلى أن الملاك في اختيارية الفعل تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك إلى الإمكان الأخلاقي إمكان عملي وإن كان بالنظر إليه وهو تام الفاعلية يعني بهذا الشرط تام الفاعلية عقلانية تامة إرادة تامة لاختيار يترشح والفعل بالضرورة ضروري الفعل ومن الكيفيات النفسانية تم تمت الإرادة ومن الكيفيات النفسانية القدرة إن شاء الله والله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد